بماذا تعرف الرجال؟ ما هو الميزان الحقيقي للرجال وللتعامل مع الناس؟ هل هو الجاه والمنصب والمال؟ أم هو الحسب والنسب والجمال؟ أم هي العزيمة والقوة وشجاعة الأبطال؟ أم أن ميزان الرجال لا يعرفه إلا الرجال؟ وصدق والله من قال: من لي يواسيني بمر عذابي في وحدتي وتغربي ومصابي؟ سايرت كل الناس، سايرت كل الناس حسب طباعهم، فوجدت فيهم ندرة الأصحاب، ورجوت أن ألقى صديقا مخلصا أفضي إليه من السرائر ما بي. الناس ضاقت من همومي فلم تعد فيهم صفات الحب والأحباب. وعلاقة الأفراد فيما بينهم، علاقة الأمة فيما بينها، وعلاقة الأفراد فيما بينهم كعلاقة المتخوف المرتاب. نعم، يريد أن يصاحب ويصادق ويؤاخي، ولكن يخاف من صداقة المصلحة ومن حب المصلحة ومن رفقة المصلحة.